هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مولده ويوم ميلاده موعداً لأمر يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى يتكرر كل عام؟ بحثنا عن ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا في سنة حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وسيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم عبادة تعلقت بمولده صلى الله عليه وسلم إلا عبادة واحدة تكون في كل أسبوع ولا تكون في كل سنة، ألا وهي صيام يوم الاثنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وعلمنا من السنة أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الاثنين. وفتشنا وفتش غيرنا وبحث غيرنا فلم نجد عبادة تتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم إلا هذه العبادة، أما عبادة سنوية تتكرر في كل سنة يتقرب بها العباد إلى الله بسبب مولده صلى الله عليه وسلم، فإنا لم نجد ذلك في سنته، لا من قوله لا بنص جلي ولا بظاهر ولا بغير ذلك، ولم نجد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم فتشنا ووجدنا أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا عنه وعن دينه وفدوه بأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما وجدناهم يفعلون عبادة تتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكررونها كل سنة، ما كانوا يحتفلون بهذا بل ولا كانوا يفعلون أي عبادة في يوم من السنة يتكرر كل عام يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من هذا، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى لم يعلمنا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا متى ولد من السنة، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرونا متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، وأن علماءنا لم يجمعوا على تاريخ مولده من السنة صلى الله عليه وسلم، بل اختلفوا في ذلك. ووالله ثم والله لو كانت هناك عبادة تتعلق بيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الله لنا يوم مولده، أعني تاريخه، أو أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين لا يضيع، فلو كان هناك أمر من الدين يتعلق بذلك لأخبرنا بذلك. ثم نظرنا في من جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الإسلام، فلم نجد أن التابعين ولا الأئمة الأربعة كانوا يعملون عبادة سنوية تتعلق بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنهم في ذلك كلمة واحدة، لا من باب الإثبات ولا من باب النفي، لأن هذا العمل لم يكن معروفا عندهم أصلا ولا يعملونه أصلا، فما احتاجوا إلى نفيه لأنه لم يكن يخطر على بال، واستمر الحال في هذه الأمة على هذا إلى القرن الرابع، حيث أنشأ الفاطميون بدعة الموالد، الموالد للشيوخ والموالد لكذا والمولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتقربون بذلك إلى الله، وأنكر ذلك العلماء
ولم يقبله العلماء. فالواجب على المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم عليه أبدا، ويحاول ألا يتأخر عنه أبدا صلى الله عليه وسلم، يتبع سنته ويبتعد عما لم يفعله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يرد حوضه يوم القيامة وأن يدخل معه الجنة كما اتبعه في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم والله قد بلغ الدين كله، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرا ولا كبيرا مما يشرع لنا أن نتقرب به إلى الله صلى الله عليه وسلم إلا وبينه لنا بيانا واضحا كافيا صافيا، وما ترك من دين الله شيئا. ولذلك أيها الإخوة، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا البهتان العظيم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله لا يقبل من عبد عملا إلا إذا كان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في دين الله عز وجل ما لم يأت به محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من يعمل بعمل ليس عليه أمر حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. بل ها معاشر الفضلاء، إن ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم ولقيهم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نياتهم طيبة ومقاصدهم حسنة، يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأولوا وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بذنوبنا، فنحتاج أن نزيد في العبادة وأن نعبد الله بعبادات شرعها الله، ولكن نزيد في هذه العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرهم، بل أخبرهم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما وافق سنته، بل قال قولا عظيما: من رغب عن سنتي فليس مني. يا له من أمر عظيم. أيها المؤمن، أيسرك
أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقك: لست مني. أعوذ بالله من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أحدنا ذلك. إذن إلزم سنته واحذر أن تعبد الله بعبادة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة التي ذكرناها لم يكتفي بقوله للذين قالوا هذا، بل صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم يا عبد الله، يا عبد الله، ما حاجتنا إلى أن نتقرب إلى الله بعبادة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أنا قضينا أعمارنا نتقرب إلى الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرنا أعمارنا كلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أنه ما قام حب بدعة في قلب عبد إلا مات حب سنة في قلبه، وما عمل ببدعة إلا أميتت سنة. الله أكبر. الله عز وجل بعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا ديننا، فلنقدر هذه النعمة قدرها، ولنلزم غرز نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنبتعد عن كل أمر لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله به أو دلنا عليه، مهما زخرف المزخرفون ومهما قال المتكلمون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى القيام بحقه. وأعظم حقوقه علينا أن نلزم سنته وأن لا نتقرب إلى الله بعباده.